معكم الأستاذ الهبرطة حسن، رئيس جمعية محترف شمس للمسرح الدار البيضاء البرنوصي. العمل اللي قدمناه اليوم هو عمل تحت عنوان ألف هينة وهينة. هذا العمل بطبيعة الحال ينهض ويتأسس على تيمتين. التيمة الأولى هي تيمة الأسطورة من خلال توظيف النحات بيغ ماليون، والتيمة الثانية هي تيمة الذاكرة الشعبية أو الحكاية الشعبية اللي هي هينة. حاولت أنا كمخرج ومؤلف للعمل أن أمزج بين التيمتين من خلال الاشتغال على تيمة المرأة التي تعاني القهر، تعاني الظلم، تعاني الاستبداد، تعاني أشياء كثيرة. وبالتالي حينما صنع أو نحت بيغ ماليون هذه المنحوتة أراد أن يمارس عليها ذاتيته وأنانيته وأن يمنعها ويحد من حريتها واستقلاليتها. وبالتالي هي ثارت عليه، وفي نهاية المطاف هو سيلجأ إلى الإله أفروديت من أجل أن تعيد هذه المنحوتة إلى طبيعتها الحجرية أو يعني الرخامية، وسيأخذ فأسه ويهوي بها على هذه المنحوتة. نحن بطبيعة الحال في محترف شمس لم نتفق مع هذه النهاية، وطرحنا على بإشراك في إطار ما يسمى بتكسير الجدار الرابع. حاولنا أن نشرك معنا المتلقي لمحاولة إعادة بناء العمل من جديد، وهل يتفقون مع بيغ ماليون في استبداديته وفي محاولة تهشيمه للمنحوتة أم لا. وتركنا السؤال معلقا على أساس أن الجمهور سيجيب عليه. نتمنى أن نكون أو تكون هذه الفرجة المسرحية في المستوى، وأن نكون عند حسن ظن الأسئلة الراهنة والمقلقة التي يطرحها موضوع المرأة في وقتنا وفي زمننا. ولا واحدة من كنا تمثل جمال هذه المرأة، كلكم كلكن جمالات ليس. السلام عليكم، معكم مروه شوقي، ممثله في جمعيه محترف شمس المسرح. اليوم كان عندنا عرض مسرحيه ألف هينه وهينه لجمعيه محترف شمس المسرح مع مقاطعه سيدي البرنوسي. مسرحيه ألف هينه وهينه هي مسرحيه كتحدث خصوصا على تيمه المراه، على المكانه ديال المراه، على انه واحد الانسانه بسيطه اختارت صيادلي بسيط للعمل ديالو عادي، انها رفضت يتمارس عليها جميع انواع الضغط، جميع انواع العنف. هينه هي كل مراه سواء مغربيه سواء عربيه، هينا كتمثل كل وحده فينا، كتمثل باللي النساء قادرين يوم يقولوا لا، قادرين يقولوا باللي حنا ما باغينش هاد الوضعيه، قادرين يوقفوا قدام السلطه، قدام الجبروت، قدام الظلم، ويتحدوا بصوت واحد ويقولوا اوني فورت ونقدروا نحققوا اي حاجه بغيناها. كنشكر الجمهور على الحضور ديالهم، وكنشكر الصحافه اللي ديما مسانديننا وديما كيتابعونا. شكرا جزيلا، وكنتمنى انه المسرحيه تكون نالت الإعجاب ديالكم، ونتلقاو في مرة أخرى في عرض أخر في مكان آخر. وفقكم الله. السلام عليكم، معكم الفنانة فاطمة زهرة هيدالي. اليوم قدمنا عرض ألف هينة وهينة لجمعية محترف شمس بالبيضاء بمركب الثقافي حسن صقلي. جمعية محترف شمس قدمت هذا العرض بتنسيق مع مقاطعة سيدي البرنوصي، وأنا اليوم جد مسرورة بخوضي تجربة جديدة، لانني انا كنت كنلعب المونودرام، يعني التجارب اللي عندي كانوا في المونودرام في الفردي. فاليوم انا جيت سعيده لانني لعبت وسط ايكيب ووسط واحد الفريق اللي هو كان بالنسبه لي كاسره
واشتغلنا في ظروف جد 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 جيدة، وكان واحد الالتحام بيناتنا. وأنا جد مسرورة اليوم لأنني اللي خدت تجربة من نوع آخر، وهي أنني أنا بنت ولعبت دور ديال رجل اللي هو دور الصياد. فهذا كان بالنسبة لي واحد التحدي اللي دخلته، وكنتمنى نكون يعني توفقت ونكون يعني الدور ديالي نال الإعجاب ديال الجمهور. وشكرا لكم، وشكرا لمقاطعة سيد البرنوسي، وشكرا للناس اللي مسؤولين على المركب الثقافي حسن سقلي، وشكرا للمخرج والمؤلف أستاذ الهبابطة، وشكرا للطاقم التقني، وشكرا الفريق ككل، وشكرا لكم مرة أخرى. شيء جميل، أي مبادرة تعمل على إحياء وإنضاج الفعل الثقافي والفعل الإبداعي والفعل الفني والمسرحي شيء مقبول ومحمود. مصفق بحرارة لهذه يعني هذا الاهتمام بعد مدة طالت وطالت كثيرا اللي هي ديال كوفيد، تقريبا واحد سنتين ونصف. الجمهور ألاحظ أن الجمهور كان متعطشا وكان تلقى عملية عن آخره، هذا دليل على أن الجمهور في حاجة إلى مثل هكذا يعني لقاءات مسرحية ثقافية شعرية إبداعية، لما لا. وأنا أشكر بدوري من هذا المنبر ومن هذا المنطلق أشكر مقاطعة سيد البرنوسي في شخصية رئيسها، وأشكر جميع العاملين. لماذا؟ لأنهم أتاحوا الفرصة لهذا المتلقي، لهذا الجمهور المتعطش، أن يعيش معنا هذه الفرجة المسرحية. فالشكر موصول للكل. ولماذا سمي أبو الفنون؟ فكل كل كل الإبداعات هي تنطلق من المسرح. المسرح هو المنبع وهو المصب، هو المنبع والمصب في نفسي الآن، هو الوسيلة والغاية. المسرح هو أبو الفنون، نستطيع من خلال المسرح أن نوصل رسائل كثيرة أكثر ما توصل وسائل الإعلام، أكثر من القصة، من الرواية، من الأشكال الأخرى. وبالتالي لذلك يعتبر المسرح أبو الفنون، ويعتبر من الوسائل الأساسية في بناء وخلق وعي ثقافي، وعي جمعوي، وعي معرفي بمجموعة من الأشياء. البداية ديالو كانت الأسبوع الفريط، والحمد لله اليوم كنشاهدوا انطلاق ديال المسرحية اللي كانت مركب حسن السقلي. هناك برنامج مستر إن شاء الله اللي غادي يكون على الأسابيع المقبلة، اللي غادي يعرف أنشطة ريادية ثقافية فنية. هذا هو دور ديال 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 المقاطعة في تقريب الخدمات الفنية والترفية للمواطنين، ونتمنى عند الله نكون حصن السكينة بهذا البرنامج المستر إلى نهاية السنة. عصام القمري النائب الأول لرئيس المقاطعة الجماعية سيد البرنوسي. أولا بداية أتقدم بالشكر لهذه الجريدة الإلكترونية الحاضرة معنا في هذا الحدث اليوم. كما كتشاهدوا كما شاهدتوا معنا كاينة مسرحية ديال هينة وهينة اللي كتقوم بالتأطير ديالها جمعية محترف شمس. واليوم هذا بالنسبة لنا استمرار المسار ديالنا ديال المقاطعة، الحرص ديالها على تدوير الشأن الثقافي، والحرص ديالها على أنها تعطي الشيء الكثير لهذه المنطقة. كما كتلاحظوا أن الاحتفالات اللي مرات ديال المسيرة الخضراء وديال عيد الاستقلال كانت مناسبة لنسلط من خلالها الضوء على الشق الثقافي، ومناسبة لإحياء الإبداع. وستكون إن شاء الله مستقبلا خطوات كبيرة إن شاء الله في دعم هذا القطاع، وسنعمل جاهدين بالتنسيق مع جميع المصالح المتداخلة والمصالح القطاعية للقيام بهذا المجهود إن شاء الله.